السلام عليكم. تتصاعد وتيرة العمليات العسكرية في محيط مطار الحديدة ومناطق أخرى متفرقة منذ يومين بالتوازي مع حالة ترقب لما ستسفر عنه مباحثات المبعوث الأممي إلى اليمن مع قيادات ميليشيا الحوثيين في صنعاء. تستميت الميليشيا الحوثية في الإبقاء على محافظة الحديدة تحت سيطرتها، لكنها تتلقى ضربات موجعة من القوات المشتركة مسنودة بغطاء جوي بمقاتلات التحالف العربي، أسفرت خلال الأيام الماضية عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، فيما تواجه قوات الجيش الوطني معوقات كثيرة في طريقها للسيطرة على مطار المدينة، من بينها الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها الميليشيا بكثافة ومقاومة شرسة تخوضها جيوب الميليشيا. بالتوازي مع العمليات العسكرية تبرز الحالة الإنسانية لتلقي بظلالها على المشهد العسكري والسياسي، حيث تتعالى أصوات المنظمات الدولية بضرورة الإبقاء على ميناء الحديدة مفتوحا أمام إمدادات الغذاء والوقود وتجنيب المدنيين ويلات النزاع وتوفير ممرات آمنة للسكان الواقعين في رحى المواجهات. تقول المؤشرات إن انتصار شرعية في هذه المعركة قد يؤدي إلى تسوية للحرب وإجبار ميليشيا الحوثي على الجلوس إلى مائدة التفاوض، لكن معركة الحديدة كمعركة مستحقة ومؤجلة تظل مشبوبة بالكثير من الأسئلة، خصوصا فيما يتعلق بالإشراف المباشر من الحكومة على العمل العسكري والإغاثي، وما إذا كانت معركة الحديدة تأتي في سياق المعركة الكلية والمتمثلة بمعركة استعادة الدولة. ولماذا لا تخضع العمليات العسكرية لإشراف هيئة رئاسة الأركان؟ بل وما هي أسباب غياب وسائل الإعلام اليمنية عن المعركة وحصر المصادر في وسائل إعلام تابعة للإمارات والسعودية؟ ثم ألا تبرز مخاوف من ردود الفعل الانتقامية من الميليشيا، خصوصا أنها لا تزال مسيطرة على الجبال المحيطة بالحديدة؟ وأخيرا، العملية السياسية وحضورها، هل ستظل جزءا من إنهاء الانقلاب أم أنها ستمنح استراحة للملمة أوراقه؟ أسئلة عدة ومحاور نناقشها اليوم مع ضيفنا هنا في الاستوديو الصحفي وديع عطا، وسينضم معه آخرون. مساء الخير أستاذ وديع. مرحبا، سهلا، أهلا بك أستاذ وديع. نتابع منذ أيام معركة الحديدة وأبعادها وأيضا البعد الإنساني المصاحب للمشهد العسكري والسياسي. نبدأ نقاشنا بعد مشاهدة هذا. هم الآن في مقدمة الجبهات وكما رأيتهم الآن معي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتحدث عن جيش يقف خلفه، ولكن لا خلف له إلا فتية ثلاثة ليس لديهم من أمرهم سوى الحرب، والحرب بلا نهاية. لكن وكما هو واضح فإن الخطاب بدأ يبحث عن تحسين شروط الاستسلام لا أكثر. الحوثيون في طريقهم لخسارة الحديدة، هذا ما تقول الوقائع على الأرض وإن اختلفت مكاسب المنتصرين. فالحديدة أو عروس البحر الأحمر كما يحلل اليمنيين تسميتها، تسترخي على ظفاف خطوط التجارة الدولية، ظلت هدفا للتراسقات السياسية ومحروسة بالمصالح والمطامع الدولية والإقليمية، واليوم كما يبدو باتت على موعد مع معركة تأجلت كثيرا. تقول الأنباء الميدانية إن القوات اليمنية المدعومة من التحالف والتي اصطلح على تسميتها بالقوات المشتركة أعلنت سيطرتها على محيط مطار الحديدة، بل أن المطار بات تحت السيطرة النارية. لليوم الرابع تدور المعارك في الجهة الجنوبية الغربية من مدينة الحديدة بعد بسط السيطرة على قرية منظر، أولى الأحياء التابعة إداريا لمديرية الحوق إحدى مديريات المدينة. ربما اتساع المطار الشاسع بمساحة لا تقل عن 10 كيلومترات بامتداد أفقي من الغرب إلى الشرق يجعل من الصعوبة بمكان حسم معركته بشكل سريع. على الجانب السياسي، تفيد التقارير عن زيارة المبعوث الأممي لصنعاء بصورة عاجلة لإجراء مباحثات يأمل المبعوث من خلالها إقناع الحوثيين بتسليم المدينة دون خسائر. تتوالى التحذيرات الدولية من استمرار العمليات العسكرية وما يترتب عليها من تفاقم الأوضاع الإنسانية التي تقول كل المؤشرات إنها في أسوأ مراحلها. وكان مجلس الأمن الدولي قد كرر دعوته لإبقاء ميناء الحديدة مفتوحا لاستقبال الغذاء والوقود. محاذير ومخاوف كثيرة تحيط بمعركة الحديدة، خصوصا فيما يتعلق بنوايا دولة الإمارات التي باتت تواجه سخطا شعبيا في أوساط اليمنيين جراء تجربتها السيئة في أعقاب تحرير مدينة عدن والمحافظات الجنوبية من البلاد. غير أن زيارة رئيس الجمهورية لأبوظبي قبيل عودته إلى عدن بعد عام ونصف من الغياب القسري ربما يخفف من حدة التوتر، لتبقى تأويلات الأحداث والنوايا مرهونة بما هو آت في قادم الأيام. إذا أستاذ وديع، لو بدأنا بخارطة التقدم العسكري، بطبيعة الحال الجميع يود أن يعرف إلى أين وصل الجيش والتحالف، هل لك أن تضعنا في صورة التقدم العسكري؟
بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكم ولكل مشاهدي بلقيس الكرام، وتحية أيضا لرجال المقاومة الذين يقدمون أفضل لوحات البطولة والجسارة على أسوار مدينة الحديدة الجنوبية الغربية. في هذه الأثناء هناك أكثر من مسار في معركة الحديدة. المسار أولا الذي كان انطلق من التحيتة قبل 28 مايو الماضي، وكان انتهى على أسوار مدينة الدريهمي إلى 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 تلك المرحلة. وكان هناك أكثر من رغبة لدى الشباب بأن يتقدموا لاقتحام مدينة الحديدة، إلا أن المناشدات الدولية التي يعني اقتصرت ما بين الإمارات كوزارة خارجية تمثل التحالف أيضا، وبين وزارة الخارجية الأمريكية والوزارة يعني وأكثر من 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 مستوى أو مسؤول دولي على مستوى الاتحاد الأوروبي وعلى مستوى مجلس الأمن. الملف الإنساني حضر بشكل كبير، والمجتمع الدولي يعني حاول بشكل ملحوظ أن يبتز التحالف لتطويه يعني لتأخير على الأقل اقتحام مدينة الحديدة. المسار الرئيسي الآن يتجه صوب مدينة الحديدة في العمق، إلا أنه لا يزال على الأسوار الغربية الجنوبية لمطار الحديدة. كون المطار ليس قليل، المطار يمتد على مسافة لا تقل على 10 كيلومتر ولا تزيد عن 12 كيلومتر في الامتداد الأفقي من الغرب إلى الشرق. بالسيطرة على مدينة على مطار الحديدة بامتداده الأفقي يعني بإمكاننا أن نقول بأن كيلو 16 أو كيلو 7 قد يكون أغلق تماما، ما يعرف بالامتداد امتداد شارع صنعاء، وهو الامتداد الرئيسي الذي يؤدي إلى عمق وتتفرع منه كل شوارع أو الشوارع الرئيسية لمدينة الحديدة. بالسيطرة على مطار الحديدة ممكن أن نقول بأن مطار الحديدة سيكون القاعدة الرئيسية لانطلاق ما بعده من 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 العمليات العسكرية، إلا أن بوادر أزمة إنسانية فعلا لمحناها الآن فيما يتعلق بمدينة منظر، منطقة منظر، وهي منطقة ساحلية تكاد تكون متاخمة تماما لمدينة الحديدة، لكنها تكون على هي تقع على الأسوار الجنوبية تماما لمطار الحديدة. هناك أكثر من 3 شهداء حسب المصادر المحلية، وأكثر من 25 جريح نتيجة القصف أو الاشتباكات المتبادلة بين الطرفين. لم يتواجد الصليب الأحمر بالشكل الذي كنا نأمله، لم تتواجد الأمم المتحدة، ولم تتواجد المنظمات الدولية التي لطالما زادت وتزايد أيضا بالملف الإنساني في الحديدة. هذا مسار. المسار الثاني أيضا أن هناك أبناء الأرض، أبناء الزرانيق ككتائب وكلواء مستقل يقودهم الأخ سليمان يحيى منصر، يريدون أن يتوسعون لاستعادة مناطقهم التي كانوا قد يعني لوحقوا فيها أو طردوا وفجرت بيوتهم بعد انتفاضتهم الأولى في سبتمبر 2015. ولم يجدوا أي دعم لوجستي من التحالف ولا من أي طرف. يومها كانوا يومها كمقاومة هامية بادئة يبحثون عن أي جهة داخل التحالف أن تتبناهم. مع الأسف انتهت المعركة بأنهم انسحبوا، آثروا سلامة أهاليهم، من تبقى من أهاليهم في هذه القرى فانسحبوا، لكنهم اليوم تحت يعني فيما يسمى بلواء الزرانيق، ومعهم أيضا بعض الكتائب من ألوية التهام الأول والثاني، يقودون معركة التوسع نحو الجهة الشرقية من مدينة يعني في إطار مديرية التحيتة. حتى الآن هم على تخومة وعلى بالقرب من منطقة المغرس، وهي منطقة مهمة جدا، تعتبر عاصمة الفل في زبيد مثلا، وهي أيضا منطقة زراعية جميلة، لكن الحوثيون يتمترسون في المزارع التي فيها، تسببوا في نزوح بعض الأسر بل عشرات الأسر فيها، وتمترسوا في أعاليها. بعد المغرس تماما ستكون لدينا مدينة التحيتة إذا تم التوسع، ومن بعدها ستكون زبيد متاحة تماما كأكبر مدينة فيها ثقل سكاني حتى الآن إذا ممكن وصلوا إليها. ماذا عن المطار ودي؟ يعني قد بأنه تم الاستيلاء على جنوب غرب المطار، وتبقى جهتان، جهة مفتوحة لخروج ميليشيا الحوثي التي هي تعد محاصرة الآن في المطار. هل لديك معلومات حول المطار وما الذي يحدث فيه؟ المعلومات المؤكدة تشير بأن المطار لا يمكن أن نقول بأنه تحت سيطرة طرف معين حتى الآن بشكل كلي. المعارك فيه لا تزال كر وفر، لكن الحوثيون يتقهقرون يعني للوراء، لا يستطيعون العودة إلى كل منطقة ينسحبوا منها ويدحروا منها. هذا بفعل وجود الطيران الأباتشي والطيران الذي يقصف ويستهدف كل الثكنات العسكرية التي وجدوا فيها في المطار أو حوالي المطار. المطار للمعلومة هو ليس مطارا واحدا فقط، بل هو مطارين مزدوج، مطار مزدوج للمطار، مطار الدفاع الجوي وفيه معسكر أيضا يتبع القوات الجوية، وفي مطار المدني كذلك. مساحته شاسعة وكبيرة أيضا مترامية الأطراف، ولأسباب حتى لم تستفد منها الحديدة، لا أدري لماذا النظام يعني النظام السابق يعني أبقى هذه المساحة كلها ولم يستخدمها بشكل خدمي تستفيد منه الحديدة. هذا شيء. ثانيا
المطار أيضا تقدر القيادة العسكرية الميدانية في الأرض أيضا بأن اقتحامه لن يكون مجرد نزهة، وبالتالي لا يمكن المغامرة بأرواح الشباب الذين هم متحمسين جدا ومندفعين، لأن المطار يعني على مدى 3 سنوات تمركزت فيه الميليشيا منذ أكتوبر 2014، بالتأكيد هي جاهزة بالخنادق، هي جاهزة بالمتارس، هي جاهزة بالعبوات الناسفة والألغام، ومن العبث بمكان أن يتم إقحام الشباب باسم البطولة مثلا والجسارة إلى مكان قد يقتلوا فيه يعني. وبالتالي فإن حسب ما سمعنا من بعض المصادر العسكرية المرتبطة ببعض القيادات تقول بأن الخطة تقتضي بأن يكون هناك يومين. للأسف اليوم هذا اليوم الرابع تقريبا فيما يتعلق بمعركة المطار، لكن يعني أنا أؤكد بأن كل نقطة يتقدم فيها الجيش لا ينسحب، لأن الحوثيون يندحرون. وبالتالي اليوم يعني المعلومات تؤكد بأنهم بدأوا من أمس واليوم كذلك بدأوا في حفر خنادق تقطع شارع 16 وكيلو 7، ويبدو كل طرف يعني كل المسافرين الذين يريدون أن يوصلوا إلى مدينة الحديدة بدأوا الآن يحولوا إلى طريق التفافي عن طريق باقل والضحي، وهذه المناطق بعيدة يعني فيما يؤكد بما لا يدع مجال للشك يعني بأن الحوثيون ينحصرون ويتقهقرون داخل مدينة الحديدة. وهناك معلومات مؤكدة أيضا من قبل المواطنين داخل مدينة الحديدة يقولون بأن كثير من القيادات لم تعد متواجدة بشكل ملموس، أطقمهم لم تعد بتلك الكثافة التي كانت يعني ملحوظة، الوجوه تبدلت أيضا، لم تعد تلك القرى تلك الوجوه العسكرية التي جاءت من صعدة ومناطق شمال الشمال، تم استبدالها بمناطق مثلا جاءت من برع من ريمة من حقة من محويت، يستخدمون بعض الشباب المغرر بهم أيضا ليحرسوا بعض النقاط العسكرية التي بقيت. ومع ذلك الأباتشي يرصدهم، هناك تعاون يعني تعاون غير عادي يؤكد بأن لا حاضنة للحوثيين داخل الحديدة، كل نقطة عسكرية مرصودة تماما بالنقطة وترفع الإحداثيات أول بأول. وأعتقد بأن المعركة مسألة وقت وستحسم معركة الحديدة، لا أعتقد بأنها ستأخر. نعم، إذن هل لديك أي معلومات عن مدى تعزيزات الحوثيين في هذه المعركة، معنوياتهم، رغم أنك تقول أنهم يتقهقرون، ولكن نعلم أن قيادة الحوثيين متمسكة بالحديدة تمسك كبير مهما تم الضغوطات عليها أو استنزافها داخليا. نعم صحيح، الحوثيون يدركون تماما بأن الحديدة كميناء وكمنطقة أيضا هي الحبل السري الذي يتغذون عليه بشكل رئيسي، ميناء أو منطقة بشكل عام تدر عليهم ما لا يقل عن 50 مليار ريال شهريا، يعني موارد المواصلات، موارد يعني موارد القات فقط يوميا يدر عليهم ما بين 800 ألف إلى مليار ريال يوميا، يعني 800 مليون إلى مليار ريال يوميا فقط موارد القات. قس على ذلك أيضا موارد الميناء، الضرائب الإضافية التي يعني فرضوها على كثير من التجار ويبتزونهم بها، 70% من المساعدات التجارية التي المساعدات الإغاثية التي تصل إلى الحديدة أيضا الحوثيون يتاجرون بها، وكانت سبب إتجار يعني وبروز كثير من التجار من قبلهم، أيضا استثمروا في مجال توليد الطاقة وإيجاد الطاقة الكهربائية يعني وبيعها على الناس بأسعار خيالية، استثمروا في كل شيء داخل الحديدة، امتصوا كل شيء داخل الحديدة وباعوا كل شيء على أبناء الحديدة الذين يعني يعانون يعني 80% منهم تحت خط الفقر. الحديدة الآن يعني كل المؤشرات تقول بأن الحوثيون فقط يريدون إطالة أمد المعركة فيها لانتزاع بعض المكاسب الدبلوماسية والسياسية بينما هم يفشلون على الأرض عسكريا. نعم، إذن يعني المقاتلين في صفوف الحوثيين، يعني أنت قلت أنه لا يوجد لديهم حاضنة كبيرة في الحديدة، هل المقاتلين يعني من محافظات شمال الشمال أم من أن هناك أيضا من أبناء تهامة موجودين في صفوف الحوثيين؟ سأقول لك شيء حقيقة لا يمكن أن نقفز عليها، وهي أن هناك بعض القيادات مؤتمر عفاش بالمفتوح هكذا لا تزال متحوثة حتى اليوم وتقدم الدعم الملحوظ أيضا بتجنيد بعض الشباب والمغرر بهم، تم استقدام بعض قيادات يعني قيادة الحزبية المحسوبة على المؤتمر الشعبي العام إلى صنعاء قبل أيام، وتم الدفع لهم عشرات الملايين ريالات لكي ينزلوا ليغروا الشباب، يعني بعضهم يؤكد لي بأنهم الآن أصبحوا يوزعوا دراجات نارية، يعني مش فقط آلي، دراجة نارية وآلي، ويقول لك اذهب إلى الجبهة. هذا الشيء. ثانيا يعني حركة يعني وضع البطالة والفقر المنتشر داخل مجتمع يعني الحديدة لا ينتبه لها التحالف ولا الحكومة. أيوة. يعني يجعل بعض الشباب ضحية مزدوجة أيضا بين الدفع الحوثي وبين أيضا الاستهداف الناري من قبل الميليشيا، بينما أنا أؤكد بأن كثير من الشباب يعني يبقى يراوح في مربع الحياد على الأقل الناري،
حتى إذا ما وصلت المقاومة بإمكانه أن يتحول مباشرة إلى طلقة نارية في صدر الحوثيين الذين سلحوه. نحن بحاجة فقط إلى ترشيد يعني الاقتحام، وبأن يكون ممنهجا أيضا بالتواصل مع خلايا الداخل التي يمكن أن تفيد ما هي المجاميع أو ما هوية المجاميع التي يمكن أن تنضم. ولا نشك أبدا بأن شباب الحديدة داخل المدينة أيضا لا يقبلون أبدا ببقاء الحوثيين. اليوم الفقراء داخل الحديدة يدركون تماما بأن الألم الذي يعيشون منذ 3 سنوات لن يكون يعني لا يمكن مقارنته بألم 3 أيام أو 4 أيام أو حتى أسبوع من عمر المعارك الذي ممكن تحصل في الحديدة. فهم في فقر أصلا، وهم في وجع، وهم في ألم. لكن المخاوف الحقيقية التي لا بد أن نشير إليها بأن لدينا مركز يعني فشل كلوي وحيد داخل مدينة الحديدة. نعم، قبل أن ننتقل إلى الوضع الإنساني والصحي أيضا، دعنا يعني ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ عبد الرحمن المشعي، أمين عام ملتقى تهامة. مساء الخير أستاذ عبد الرحمن. مساء النور، أهلا وسهلا بكم. نعم أستاذ عبد الرحمن، كونك في الميدان، هل أطلعتنا على بعض التفاصيل الخاصة بمعركة الحديدة؟ كيف هو الوضع لديكم؟ هل تسمعون شيئا؟ هل وصلت يعني الأحداث إلى داخل المدينة؟ ما الذي يحدث بالضبط؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أولا الشكر الجزيل لكم، وثانيا الأخ ودي عطاء تفضل مشكورا بطرح تفاصيل كبيرة جدا، وبالتالي الإضافة عليه ستكون غير مرجية كثير. لكن من باب الطرح فقط أنا أقول بأنه اليوم كان أيضا في إنجاز كبير جدا لعملية التحرير من قبل المقاومة الوطنية ومن قبل القوات المشتركة ومن قبل القوات السهامية أيضا. اليوم تقريبا نقول أن مدينة أو مدينة منبر تعتبر في حكم المحررة تماما، التي كان يتمركز فيها الحركة ويتمركزوا ويفتقدوا من الأهالي دروعا بشرية. اليوم مدينة منبر نقول بأنها أصبحت شبه خالية من الحرية تماما، وتبقى إلا بعض الجنود البسيطة يتم التعامل معها الآن. الشيء الآخر الذي أيضا وبالتالي لا يهم السيطرة على مقار الحديدة، مثل ما يهم أن يتم تطويقها من جميع الجهات والدخول له، يعني مش مهم يعني دخول المقار. هذه نقطة. النقطة الثانية أيضا ما يدور أو ما يتم الآن من معارك حول نقطة أو حول دوار المطاحن، هذا الدوار سيكون أيضا مكسر رئيسي في العملية العسكرية. هذا الدوار أيضا سيتم من خلاله التحكم في الدخول والخروج إلى الحديدة، وكذلك التعزيزات مثل صنعاء وغيرها. هذا الدوار أيضا سيكون نقطة انطلاق لباقي الجهات الأخرى ومنها صنعاء الحديدة، الذي أيضا توجد فيه نقطة أساسية ومدخل الحديدة يتم به كريستاش، الذي نتمنى أن تركز المقاومة وقوات التحالف على هذا المدخل. ولو سيطرت على هذا المدخل سيكون هذا إنجاز كبير جدا جدا لها. من خلال هذا المدخل الذي يقع في مفترق طرق ما بين خط تعز وخط صنعاء سيكون هناك تحكم في الخطوط. نعم، لكن ألا يشكل ذلك يعني عبء على المدنيين أن يظلوا محاصرين مع ميليشيا الحوثي التي لا تفرق أصلا بين مقاتل ومدني؟ نعم أختي العزيزة، أمر أهون من أمر أن تحاصر الحديدة أو تحاصر المدينة أفضل بكثير من اقتحامها أو دخولها. ستكون دخولها كارثيا. الحوثة يتمركزون الآن داخل المباني وداخل البيوت وداخل المساجد وداخل المدارس. رصدنا حوالي 117 موقع داخل مدينة الحديدة التي يتمركزون فيها بقواتهم وأيضا وضعوا فيها الكثير من الأسلحة. هذا واحد. أيضا نقول أن عملية الاقتحام قد تؤدي إلى خسائر كبيرة جدا في صفوف المواطنين، وبالتالي إذا تم السيطرة على الحديدة أو محاصرة المدينة من كل الجهات بإحكام من قبل قوات التحالف، لن يكون أمام القوات أو لن يكون أمام الإنقلابيين سوى الاستسلام. نعم، أنا لا أتحدث عن الاقتحام أستاذ عبد الرحمن، نعلم مدى مخاطر هذا الاقتحام مع ميليشيا لا يعني تضع للإنسان أي اعتبار، ولكن أتحدث أيضا عن أن يحاصروا مع هذه الميليشيا القناصات التي تملأ الأماكن. ألا يخشى على المدنيين أيضا من حصارهم مع مجرد وحوش مسلحة؟ كما قلت لك في سيدتي فاضلة بأنها فعلا هناك خوف كبير، تقول بأنه أمر أهون من أمر. توظيف الاقتحام ستكون مبرر للحوثة والانقلابيين بأن يطلقوا النار عشوائيا وفي كل الاتجاهات، وبالتالي ستكون الضحايا كبيرة جدا. أيضا إذا عمل التحالف على استهداف الحوثة والانقلابيين في بعض المواقع أيضا قد يؤثر ذلك على المجاورين،
خاصة وأن مدينة حديدة مدينة ذات تعداد سكاني كبير ومنازلها أو متقاربة جدا، يعني ليس مساحات كبيرة جدا، إنما نقول أن منازلها متقاربة جدا ويوجد فيها كثافات سكانية، هناك يكون كثافات كلبية كبيرة جدا جدا، لكن عملت انكسار حديدة أو انكسار المدينة، مركز المدينة من كل الجهات، الآن تقيت أن القوات هي سيطرة الجهة الغربية والجهة الشرقية، بقي عفوا الجهة الجنوبية والشرقية، بس لنا نعم هي عبر الجهة الشمالية هي أيضا مهمة جدا جدا، إذا قطعت هذه الجهة والتي فيها خط الحديدة حجة وخلع حجة المحليف تكون أيضا جانب إيجابي لدعم العمليات العسكرية للمقاومة الصعبة. نعم، إذا أستاذ عبد الرحمن يعني ما هو وضع المدنيين خاصة يعني مسألة نعلم أن السكان أغلبهم من الفقراء، هناك بالتأكيد مخاوف الحرب فبالتالي اختفاء السلع، خوف الناس من أن يعني تقترب المعركة منهم، وجود الأغذية، المسائل الصحية، كل ذلك يعني كيف يتم معالجته؟ أنا أعتقد أن ستكون هناك حلول، طبعا الموضوع سيكون ليس سهلا، لكن أعتقد أن ستكون هناك حلول، مثلا يا أخي الفاضلة، الحديدة تعتبر من أكبر المحافظات التي بها منشآت ومؤسسات ومصانع وشركات وتجارة وغيرها، وبالتالي تحتوي على الكثير من بيوت المال ومن رؤوس المال اليمنية. أنا أطالب هذه البيوت الكبيرة والأموال الكبيرة بأن تعمل على تعزيز أو على دعم المواطنين، على دعم المواطنين بالأغذية والمواد الغذائية بشكل كامل، هذه من ناحية. من ناحية ثانية ما أعرفه بأنه إلى حد يومنا هذا وما زالت الملاحة البحرية للحديدة متواصلة من قبل التحالف، وأذن أيضا إبادة السفن بالدخول لأجل أن تستقل المواد الغذائية، هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أيضا أقول بأنه في حال أن يؤمن التحالف الخطوط أو الخطوط حول المدينة سيتم او سيسهل ادخال المواد الغذائيه الى المحافظين داخل المدينه، لكن اخشى الخوف الكبير من دخول المقاومه والدخول واقتحام المدينه التي تتخذ منها العقبه ذريعه لقتل المسلمين وستكون لك مجازفه كبيره جدا وما راح تحدث عقبه، لكن انا باعتقادي ورايي بانه اذا كان هناك محاصره للمدينه او مركز المدينه دون اقتحامها تكون نتائجها ابجد بكثير، وايضا سيسهل هذا الى دخول المواد الغذائيه والمواد الغازيه للمواطنين بشكل عام. نعم. ايضا اؤكد مره ثانيه بان على رؤوس الاموال داخل الحديده الذين يستفيدون من هذه المحافظه طوال عشرات السنين الماضيه ان يقوموا بدورهم ويفعلوا الجانب الاغاثي في المحافظه ويدعموا الناس، مثلا ابناء منظر الذين نزحوا بالامس من منظر هم كانوا مشردين او لا مشردين في بعض المدارس ولم تلتفت اليهم البيوت التجاريه ولم يكن في الوعود بانه سيتم تبني او تنظيف النازحين، لكن الان لم نجد هذه وفاء بالوعود. ايضا هناك بيوت اخرى كبيره جدا عليها ان تجهز نفسها وان تعمل حساب وان تؤدي فرق اغاثيه لهذا الجانب. ايضا اطالب المواطنين داخل المدينه نفسها بان يعدوا انفسهم لهذا العمل وان تكون هناك فرق مجانيه داخل كل حاره وداخل كل حي، ابناء الحي لا يجب ان يقوموا بعمليه الاسعاف مثلا او نقول عمليه تأمين المدينة بدون نواحي. نعم، إذا يعني أود أن أسألك أيضا عن مدى يعني استعداد الناس لهذا التحرير، الحاضنة الشعبية للجيش الوطني وللتحالف، هل هم متفاعلون أم كيف هو الوضع؟ بارك من الناس في خلال تواصلنا بهم جميعا هناك الناس منتظرة هذا اليوم بفارغ الصبر. بالعكس انا قبل شوية او قبل دقائق فقط تصلني رساله لانه برغم الظروف وبرغم القصف الكثيف وبرغم الحصار وبرغم كل شيء، لكن نجد ان الناس يخرجوا ويتمشوا ويعيشوا حياتهم الطبيعيه. اذا هذا له ان ياخذ من منظورين، من منظور التحالف يعمل الان بوسط اليه كبيره وسط اليه محكمه جدا ويحاول الحفاظ على المدينه بكل واحد. من ناحيه ثانيه هذه المدينه يا سيدي الفاضله دائما نقول لأنها ليست حاضنة شعبية للحواس إطلاقا. أتمنى العمليات من داخل ذلك صعبا عليهم خاصة في ظل فكرس الحواس في كل حي وفي كل وفي كل نعم، إذا شكرا جزيلا لك عبد الرحمن المشرعي أمين عام ملتقى تهامة، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. عودة إليك وديع، يعني دعنا بداية
نتابع مادة تم إعدادها حول معركة الحديدة، الأهمية والتطورات، ثم نعود لاستكمال النقاش. إذا أستاذ وليد، يعني هذه المادة يعني احتوت على بعض المعلومات، ربما أخطرها يعني مسألة أن كل الجبال التي تطل على الحديدة ما زالت بيد الحوثيين، فبالتالي يعني ربما سيكون الوضع نفس دبابة سوفتيل التي حتى صحيح. يعني إلى الآن 3 سنوات وهي ما زالت تقصف مدينة تعز. يعني لما لا يتم، يعني نحن لسنا عسكريين في نهاية الأمر، ولكن الأمر بديهي صحيح. يعني منطقة مطلة على وادي بالتأكيد أنها يعني صحيح. ستكون معرضة ل يعني أكثر من مرة في أكثر من لقاء، يعني دائما أحذر أنا وأكرر أيضا بأنه طالما بقيت جبال البراشة مثلا المطلة على حيس، والمطلة أيضا على الخوخة، جبال شمير بشكل عام، أضيف إلى ذلك جبال راس، جبال وصاب، جبال ريمة، جبال برع، جبال حجة، كل هذه السلسلة الجبلية الممتدة بشكل يعني كبير يعني على مدينة الحديدة، على كل مديريات مدينة الحديدة، محافظة الحديدة، يجعل من الإمكان يعني بأن تستهدف من الحوثيين بالصواريخ البالستية أو القذائف الصاروخية المختلفة. وما لم تتحرر هذه الجبال، وما لم يعني يتم التوسع سريعا يعني نحو هذه المناطق، وإلا فإن المدنيين سيكونون عرضة لمثل هذا القصف الذي نرى مثله في تعز مثلا، ونرى مثله في 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 مارب من حين إلى آخر. هذا الشيء. ثانيا، أبناء هذه الجبال أيضا هم تحت يعني تحت سلطة الميليشيا حتى الآن، وأعتقد بأن المدن التي تتحرر لابد أيضا على الأقل بأن تتوفر لها قبة صاروخية على الأقل لتحافظ عليها من أي صواريخ قد تهطل عليها، أسوة بالمخاء، أسوة بمارب. نعم. هذه المدن مثلا كحيس حتى الآن هنا نموذج فاشل فعلا يعني للتحالف في تأمين المدنيين فيها. منذ 5 نوفمبر حتى الآن المدنيين في حيس يكادوا يعني لم يعرفوا الأمان حتى الآن فعلا يعني، ولم يقول، ومن يقول ذلك فإنه يغلط نفسه، ومن يقول بأن حيس محررة تحريرا كاملا فهو أيضا يعني يجافي الحقيقة. أبناء حيس تقريبا أكثر من 60% إلى 70% الذين نزحوا منها، الناس لم يعيدوا مثل الناس، لأول مرة صلوا العيد داخل المساجد وبنسب قليلة، يعني لأول مرة أسر منذ يعني عشرات السنين ومئات السنين لا يقضون العيد في مدينة حيس. هذا شيء مؤلم بالنسبة لأبناء حيس. أضيف إلى ذلك بأنه أبناء القرى المحيطة بحيس أيضا، جبال البراشة والمجاعشة، وقرى أيضا تتبع فرع العدين قريبة من جبل راس المطل أيضا على حيس، منعتهم الميليشيا حتى من الوصول إلى أبسط المناطق أو المراكز التي يمكن أن يتسوقوا إليها، قضوا العيد يعني وهم يقضون شرف العيش فيها. يعني بعض الحسابات العسكرية للأسف السلبية التي تجعل مثلا بعض مناطق تعز وهي مستفيدة يعني كسوق يعني كمركز تسوق من حيس مثلا، منعتها الميليشيا من النزول، أبناء البراشة يكاد يكونوا محاصرين تماما. يعني المنظمات الدولية عليها أن تتواجد في هذه الجبال المأهولة بالسكان والجبال المطلة أيضا، ليس على حيس فقط بل على امتداد الشريط الساحلي بشكل كبير. يعني المنظمات الدولية، الصليب الأحمر، الأوتشا، اليونيسيف، لم يصلوا حتى إلى الأطفال في جبال البراشة والمجاعشة. هؤلاء
يعني كثير من منصات الصواريخ كانت في تلك المكان في ذلك المكان، ولولا أن بعض الأعيان من هذه القرى حسب معلومات التي وصلتني يعني طلبوا وترقوا أيضا من بعض المتحوثين متعاونين مع الميليشيا بأن ينقلوا هذه المنصات على الأقل، وإلا لكان الطيران استهدف وقتل مدنيين وكنا شهدنا مذابح. هذا نطاق. النطاق الثاني أيضا بأنه يعني أبناء الحديدة كمدينة مثلا، مدينة لا يقل السكان فيها ما بين 600 ألف إلى 700 ألف نسمة، تتكون من ثلاث مديريات: الميناء والحوك والحالي. الحالي إحدى أكثر المديريات على مستوى الجمهورية كثافة، فيها ما يزيد عن 210 ألف نسمة. هؤلاء الناس لا يملكون ما يمكن يؤمنون حتى اليوم أو يومين من تعرفي أنت درجة الحرارة لا تقل عن 45 درجة. المعروف أن أبناء الحديدة في ظل انقطاع الكهرباء منذ سنوات طويلة وليس ثلاث سنوات فقط ينامون أمام البيوت وعلى أسطح المنازل. الآن الحوثيون بدأوا يعتروا بعض العمارات يتمترسوا فيها إجبارا عن سكانها. معلومة خطيرة أيضا بأن الحوثيين الآن أصبحوا يعترون بعض المساجد لعلمهم بأن الطيران لن يستهدف هذه المساجد. احتلوا احتلال غير معلن أيضا بعض الفنادق وأكبر، وأصحابها لن يسمحوا لهم بالمبيت فيها، لينعموا بالمكيفات وينعموا أيضا بالأسطح العالية التي تطل أيضا على مناطق التي يمكن تشهد. وطبعا مجانا يعني لا يمكن أن يدفعوا شيء طبعا أكيد. طيب يعني طالما فتحنا موضوع الملف الإنساني وأنت كنت تود الحديث عنه، نحن أيضا نود الحديث عن هذا الوضع. يعني هناك مع هذا التقدم السريع الوضع الإنساني يزداد سوءا، وهو أصلا كان سيئا من قبل. يعني الحديث عن مثل هذا الوضع خاصة منطقة مثلا منظر وهي القريبة من المطار، رغم يعني حديث بعض وسائل إعلام إماراتية تقول أن هناك حملة إغاثية إنسانية يعني كبيرة ترافق تقدم العسكري، ما الذي لديك من معلومات؟ هو عادة يعني معروف أيضا بأنه أي منطقة يتم تحريرها مباشرة يعني طبيعي يعني بأن يتواجد الهلال الأحمر الإماراتي، وهذا ما لمسناه في كثير من المناطق التي تم تحريرها على مستوى الشريط الساحلي الغربي والتهامي كذلك من ذباب إلى وصولاً إلى الخوخة. هناك استعداد، لكنه استعداد أعتقد أنه لن يكون يعني يوازي الحاجة الإنسانية الحقيقية للناس. يعني رأينا في حيث مثلاً كل ما تم تقديمه من الهلال الأحمر الإماراتي فقط هي 3500 يعني 3500 سلة يعني 500 سلة فقط هي كل ما وصلنا إلى الأحمر الإماراتي، وبعض الأدوية التي وصلت إلى مستشفى حيس الذي حتى الآن لم يتم تجهيزه بشكل كلي. أضف إلى ذلك بأنه الموظفين داخل مدينة الخوخة ومدينة حيس، مديرية الخوخة ومديرية حيس أيضا منذ ديسمبر 2017 ونوفمبر 2018 وفبراير 2018 لم يستلموا الرواتب حتى الآن، مع أن المعلومات التي يعني حصلنا عليها من بعض المسؤولين في السلطة المحلية الشرعية للمحافظة الحديدة تقول بأن بندغر استثنى محافظة الحديدة بموظفيها بشكل كلي لتعتبر ضمن المناطق المحررة المستحقة لصرف الرواتب. ركزي، محافظة الحديدة كلها عبرنا عن الامتنان لهذا التصريح، لكن حتى الآن منطقتين يعني. أيوة، لكن حتى الآن منطقتين المحررتين فقط من الحديدة بكلها الحيس والخوخة لم يستلموا. النازحين المعلمين يعيشون أوضاع سيئة جدا في عدن يعني، وحتى داخل مدنهم داخل الخوخة وحيس. هذا شيء في الملف الإنساني. أيضا لدينا أكثر يعني لدينا 4500 نسمة أيضا من المواطنين المصابين بمرض السرطان بحاجة إلى أن ينتظم علاجهم، بحاجة أن تتوفر الكهرباء، بحاجة إلى أن تبقى غرف العمليات في المستشفيات الرئيسية متواجدة. في هذا اليوم مثلاً مستشفى الثورة يعلن بأنه لم يعد قادر على أن يستوعب المزيد من جرحى وقتلى الميليشيا الإنقلابية، ناهيك عن أنه يستقبل حالات المواطنين المنكوبين داخل المدينة. كذلك معنا أكثر من 700 حالة كذلك من مرضى الفشل الكلوي مهددة حياتهم بالخطر يعني، وفي أكثر من أزمة شهدنا حالة تموت على الأجهزة بسبب انقطاع المياه اللازمة للاستصفاء الدموي وليس فقط الكهرباء. يعني حالة إنسانية أعتقد بأن الصليب الأحمر لابد أن يتواجد كضرورة إنسانية وليس فقط ضرورة يعني لوجستية تقتضي يعني مسؤوليته تجاه هؤلاء الناس. إذا اسمح لنا أن ينضم معنا أيضا البراء شيبان الباحث في حقوق الإنسان من لندن. مساء الخير أستاذ براء. فقدنا الاتصال أم ما زال معنا أستاذ براء؟ نعم فقدنا الاتصال، سنحاول التواصل به مجددا. يعني أستاذ وديع، يعني أنت تعطيني أرقام مؤسفة، وكما قلت يعني أن ما يقدم من قبل الهلال الإماراتي يعد قليل جدا. أين هي الحكومة؟ يعني أنا أود أن أعرف أين هي الحكومة من هذا المشهد كامل، إعلاميا ليست موجودة،
عسكريا لا تشرف بشكل مباشر على المعركة نهائيا، إنسانيا وإغاثيا يعني هي ليس بيدها شيء، ولا حتى على مستوى الضغط بأن هذه ما يقدم هو مجرد فتات لهؤلاء الأسر البالغ عددها يعني يتجاوز الأرقام عشرات المرات المقدمة منها سلال غذائي، ونهاية المطاف السلال الغذائية ليست حلا لهؤلاء المحتاجين. برأيك يعني ما الذي تصنعه الحكومة بالضبط؟ لابد أن نضع النقاط على الحروف حينما نقول بأن الحكومة منزوعة الصلاحية بشكل كلي، يعني منزوعة الإرادة، يعني الإرادة لتدير المناطق المحررة منذ يعني من ذوباب حتى حيس، وهي مناطق محررة. بعض الناس الذين صدرت لهم قرارات رسمية من محافظة المحافظة حتى الآن لم يمكنوا من أعمالهم بشكل رئيس، وأنا هنا أتحدث عن حيس كنموذج مثلا. بعض قرارات رئيس الوزراء المتعلقة بالرواتب والمؤكدة عليها أكثر من مرة لم تصرف حتى الآن. هناك انتهاكات أيضا لحالات حقوق الإنسان أيضا تتعرض للتعذيب، يعني كنا نتحدث بالأمس عن حيس، اليوم هناك حالات أيضا بدأت تبرز في التحيتة، وهناك يعني حديث عن حالة قتل أيضا وتصفية لأحد المختلين عقليا تم يعني بشكل مشبوه داخل التحيتة فقط لأنهم شكوا في أنه يحمل قنابل قد تضر بأفراد المقاومة، تم تصفيته بدم بارد بدون أن يحقق فعلا مع من قتله. هذا الشيء. ثانيا أيضا المعروف بأن الإمارات المنطقة التي تتواجد فيها أيضا تقفلها عسكريا وإداريا على من هم يتبعوها، وللأسف الكلمة الأولى في هذه المناطق التي تتبع يعني تتبع الإمارات بشكل رئيسي ولا تتبع الشرعية مع الأسف تكون كلمة الفصل فيها للقيادات الجنوبية العسكرية التي تشرف على هذه المناطق. هناك نقطة عجيبة ومريبة بالنسبة لي أيضا، هناك تغييب للقيادات الميدانية التي تنتمي للأرض من أبناء تهامة، الإعلام حتى الآن مغلق فقط على اللوجو المشهور لألوية العمالقة التابع يعني التابع يعني لوجستيا للإمارات. أتمنى من أن الحكومة الشرعية تستثمر مثلا التقارب الذي حصل بين الرئيس عبد الرب منصور هادي ومحمد بن زايد بأن ينعكس ذلك إشراكا حقيقيا على الأقل للإشراف أو المشاركة في إدارة معركة الحديدة على الأقل. مثلا لماذا لا يزور رئيس هيئة الأركان هذه الجبهة المشتعلة؟ لماذا لا يزور مثلا القائم بأعمال يعني وزير الدفاع وهو نفسه رئيس هيئة الأركان وهو قصدي المقدشي مستشار القائد على القوات المسلحة، لماذا لا يقوم بزيارة هذه المناطق؟ مثلا لماذا حتى الآن لا يمكن مثلا قائد محور الحديدة اللواء عمر سقاف، يعني صدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيين قائدا لمحور الحديدة وهو ابن الجراحي بالمناسبة ابن المنطقة، يعني لماذا لا يمكن أيضا من قيادة هذه المعارك مثلا ليكون أيضا شريكا رسميا يمثل وزارة الدفاع اليمنية في هذه المناطق؟ فجوة أيضا إعلامية أنت أشرت إليها وهي عدم تواجد الإعلام الوطني كقناة اليمن والقنوات الشرعية التابعة للحكومة اليمنية، ولا حتى نستطيع الوصول لأحد، يعني يتواجدوا بمراسل، أن يتواجدوا بصحفيين على الأرض يرصدوا معاناة الناس على الأقل إن لم يكن لنقل الرسائل الإعلامية. فقط المركز الإعلامي للقوات المسلحة يلتقط بعض الرسائل عن طريق بعض الناشطين على الميدان ويشعرك كما لو أنهم متواجدين فعلا ويشرفوا على العملية العسكرية، بينما الموضوع تلقط معلومات ينشرها ألوية العمالقة. وهناك للأسف أيضا وكما يبدو أنه رفض أيضا من قبل القيادات العليا العسكرية المتواجدة أن يكون هناك استقلال إعلامي على الأقل لقيادة ألوية تهامة لتبرز على الأقل قياداتها انتصاراتها ما تقدمه من تضحيات. هناك تغييب عجيب بالنسبة لي ومريب أيضا في هذا الموضوع، يعني لماذا لا يكون هناك إبراز فعلا للدور التهامي في كمقاومة، لأنه معروف أيضا بأن القوات التهامية تتكون بشكل رئيسي من شباب فبراير، من شباب الحراك التهامي المخلصين الذين انضموا إلى هذه المعركة ليفتدوا أرضهم تهامة بدمائهم، ومع ذلك الآن ترى بأنه كل من يتصدر الصورة يتصدر الرسائل هم أغلبهم يعني فقط يعني يقدم أنفسهم بأنهم أدوات تنفذ يعني أوامر عسكرية لا ترتبط تماما بالشرعية بقدر ارتباطها بالقيادات العسكرية المرتبطة تماما بالإمارات. نعم، إذن هذا الإشكالية أستاذ ودي، يعني مسألة عدم وجود الشرعية يعني بما تقتضي المعركة. ربما نحن تحدثنا كثيرا عن هذا الانسحاب الذي يحدث مثلا في عدن، استمر الوضع وتم تهميش الحكومة، وربما يعني يستمر الوضع كما هو عليه في الحديدة. قبل أن نعود لحديثنا عاد إلينا البراء. براء مساء الخير. مساء النور وأهلا وسهلا بكم.
أهلا بك معنا براء. أود أن أسألك كيف تتابع واقع معركة تحرير الحديدة خاصة الوضع الإنساني؟ طبعا الواقع في المعركة تمشي بوتيرة متسارعة جدا. نتوقع أن المعركة تدخل في شهر 7 وربما شهر 8. أهميتها أنه الدخول إلى معركة أو الدخول إلى ميناء الحديدة ينهي فكرة أن تبقى مناطق الشمال وما كان يعرف الجمهورية العربية اليمنية تحت سيطرة جماعة الحوثي، وتكون الثنائية هي على أساس ثنائية دولة طائفية. الوضع الإنساني طبعا هناك خطورة كبيرة الآن، إلى هذه اللحظة لا يزال التحرك أعتبره جيد من ناحية الخسائر المدنية، يعني لا زال في إطار المتوقع. الخطورة الحقيقية هي عند دخول المدينة. يجب على قوات التحالف أن تعلن لكل منطقة سوف تدخلها معارك، تنبه المدنيين بحيث تسمح لهم بالخروج وتوفر ممرات آمنة تسمح لهم بالخروج. نعم، إذن يعني كلما تقدم الجيش والتحالف أيضا أستاذ براء يرتفع صوت التحذيرات الدولية عن خطورة المعركة على المدنيين، كيف تتابع هذه التصريحات؟ يعني هناك تصريحات ولكن كما حدثنا الأستاذ وديع لا يوجد وجود حقيقي لهذه المنظمات على الأرض التي يفترض أن تكون عاملة في وقت الحرب. بعض المنظمات يجب أن تكون موجودة حتى في مناطق الصراع. هو في حقيقة الأمر هناك مبالغة في دور هذه المنظمات. المنظمات التي تتواجد حقيقة وقت الصراع هي منظمات قليلة جدا، أبرزها هي لجنة الصليب الأحمر. معظم المنظمات لا تستطيع أن تتواجد وقت الصراعات، ولذلك نحن نقول من الأهمية عودة السلطات الشرعية، من أهمية عودة سلطات الدولة، سلطات القانون يجب أن تعود، لأنه المنظمات لا يمكن أن تنقذ المواطن اليمني، لا يمكن أن يبقى المواطن اليمني رهينة بيد جماعة الحوثي بسبب أننا نخشى من تدهور الوضع الإنساني. تدهور الوضع الإنساني يحله عودة الدولة. نعم، إذا برا في دقيقة أنت كرمت، هل تتوقع يعني من خلال واقع التجربة مع الحوثيين في مفاوضات سابقة، هل تعتقد أن الحوثيين يمكن أن يجنبوا الحديدة الأضرار على المدنيين وينسحبوا من الحديدة؟ جماعة الحوثي ليس لديها ما تخسره، ولذلك أنا لا أعتقد أنها سوف تنسحب من ميناء الحديدة ولا من مدينة الحديدة. هي غامرت بكل شيء، رمت بكل الفرص، وكان يمكن أن تكون شريكا فاعلا حقيقة منذ سبتمبر 2014. ولذلك لا أعتقد من يرى مسار هذه الجماعة، لا أظن أننا سنشهد أي تهدئة من أي نوع في أي وقت قريب. نعم، إذن شكرا جزيلا لك البراء شيبان الباحث في مجال حقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من لندن. عودة أخيرة لك ووديع، ونحن نتحدث عن ألا دور للحكومة الشرعية، هل تتوقع أن دور المبعوث الأمم الذي زار صنعاء أمس الأول، يعني هناك أنباء أيضا عن نيته إيقاف تقدم القوات الحكومية وقوات التحالف، هل تتوقع أن يكون له دور في المرحلة المقبلة خاصة في معركة الحديدة؟ لقد تعودنا أكثر من مرة في أكثر من مبعوث دولي متواجد حينما يضيق الخناق على الميليشيا الحوثية في أي منطقة أو في أي جبهة يتم الحديث عن الملف الإنساني كنوع من الابتزاز ونوع من المزايدة. الآن في هذه اللحظات أيضا التي ممكن تشرف فيها الحديدة على أن تتخلص من رجس الحوثيين، يظهر أيضا ما يعني المبعوث الدولي أيضا ليرمي طوق النجاة أيضا جديد للحوثيين بأن يخرجوا بسلام، أو على الأقل يسلموا دون شروط كما قال وزير الخارجية اليمني مؤخرا. لكن أعتقد بأن الحوثيين لن يسلموا بسهولة، مع أنهم ينهزمون ويندحرون، لكنهم سيحاولون يطيلوا نفس الحرب أو أمد الحرب فقط لينتزعوا بعض الانتصارات الدبلوماسية والسياسية على حساب يعني طالما هم يعني ينهزمون عسكريا. هذا ما أريد التأكيد عليه في نهاية هذا اللقاء. وأريد أن أشير أيضا بأنه بما أن الرئيس عبد الرب منصور هادي عاد من أبو ظبي وقال كلمة غداة العيد أيضا بأنه سيشرف على تحرير الحديدة، أعتقد بأنه فرصة أيضا لأن تكون الحكومة اليمنية أو الدولة اليمنية أو الشرعية اليمنية أن تطلع المسؤولية الحقيقية تجاه صحيح. الإنسان بالدرجة الرئيسية في الحديدة، وأن يكون هناك مراعاة حقيقية للمأساة الذي ممكن أن تنتج داخل مدينة الحديدة نتيجة الاقتحامات أو الحرب الوشيقة التي ممكن تنفجر. نعم، شكرا جزيلا لك الصحفي وديع عطا، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني.
الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.